ملخص ملخص الملخص، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لم يقل الله عز وجل تطمئن القلوب بذكر الله، إن كانت الآية كذلك أي أنها تطمئن بذكر الله وبغير ذكر الله. أما حينما جعل الله العبارة عبارة قصر وحصر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن ولا تستقر ولا ترتاح إلا بذكر الله. يعني بشكل أو بآخر في حاجة عند الإنسان لا تملأها أموال الأرض ولا أعلى منصب يملأها ذكر الله. تجد الأغنياء الأقوياء يبحثون عن سعادة مفقودة، لو عرفوا الله وذكروا الله لاستقرت نفوسهم. يعني بعض العلماء الكبار قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك قالوا: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، وهذا معنى قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه جنة القرب ذكرها الله عز وجل، قال: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، أذاقهم طعمها. والله أنا لا أبالغ، إن لم تقل أنا أسعد الناس قاطبة إلا أن يكون أحد الناس أتقى مني ففي الإيمان خلل. في شقاء مع معرفة الله، في شقاء والله وليك، في شقاء والله بيده كل شيء، في شقاء كل من في الكون بيد الله وأنت مع الله. وملخص الملخص: إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك.